أشكو من المستشفيات يعني من المستشفيات حقنا وخاصة المستشفى الجمهوري، إن لو معانا مواطن في حالة يعني في حالة المتعبة، بأنه يعني طرح مواطنك ما تلقيلش حتى أي شيء، تجي يا إما الدكتور مهلوش يا إما العلاجات ما فيش، خاصة لو هي العلاجات الأولية. فهم لك؟ كان عندنا حالة قبل 4 أيام، حالة مستعجلة تنزف، فعندما جينا لكي نلقي العلاجات قالنا الدكتور مهلوش، فين الدكتور؟ قالوا خرج خزين. لو احنا مثلا نشتي علاج يسوي لك فحص الدم بس، لان انت تشتي فحص براز ما فيش، فحص مثلا تيفود ما فيش، تقول يعني المخبري قال لك مسكسرة على الدكتور، يجيب لك ورقة ما يجيب لك حتى الورقة الرسمية ما يجيب لك. انا جبت البنت هذه سووا لها عملية ولادة وبعدين افتكت، ولا الآن قرروا لي 10 إبار من هذول أبوه 10,000 عاجز ما قدرت تجيبهم، قالوا العملية مقرع بك. أنا للآن لها 25 يوم. زوجتي أقول لك مات المولود في بطنه 3 أيام وأنا أجيبه هنا كل يوم أجيبه، خسران للآن 6,000 معهم علاجات، لا خرجوا الولد ولا شيء، زي ما تروح هنا ولا دخلوه ولا حاجة، الدم بالثلاجة له 3 أيام وسالب، يعني الدم دوما مستعد يبقي له بالثلاجه بيخرب الدم. يا اخي انا هنا اقول العنايه ما فيش، العلاج يشلموا عليك، يعني يقول لك تشي عمليه وهي ما تحتاج تكون عمليه، تحتاج الى علاجات بس، حقوق ما يشعطك ورقم بك هناك ويخسرك بياس. ليش تحصل لك شيء يعني؟ انا معي الإمارة الولاد هنا تعبانه، هي كانت تشي علاج وهم قالوا عمليه، عملوا له عمليه ولا عمليه، يعني دكاتره ما يعرفوا ايش ياخذون. الخدمة تمام، بس بالنسبة للنظافة ما نظافة ما معدومة تملك، ممكن تدخل القسم هذا بتشوف النامس فوق الأمراض كذا قسم الإسعاف. أخي مريض هنا، في طبعا في علاج على حساب المستشفى، يقبلونهم للناس المساكين اللي نقله هنا ما يصرفوا لنا، في بعض الناس يصرفوا لنا وبعض الناس ما يصرفوا لنا، ما أدري هذا الأمر يرجع لهم هم. في تقصير كثير، إذا ما عندكش بياس تقصير، يقول لك تجيب بياس أدفع، هذا الكلام. جبت الاماكن معي من 7,000 اليوم، بديت يوم ولا يوم الثاني من 7,500 ريال، اخيرا قالوا ما عادش نجيب لكش، جبت حق 6 ايام بديت 8 ايام، قالوا اخيرا ما عادش نديش لا علاج ولا حاجه الا تبز مريضك ترقم. دكتور، بالاضافه الى كل ما سمعت، التبرع بالدم، على ذكر التبرع بالدم انت سمعت وربما دونت بعض الملاحظات، التبرع بالدم يتم فحص الدم خارج المستشفى الجمهوري لكي يتقاضى أصحاب المختبرات اللي أمام المستشفى الجمهوري مبالغ معينة، وفي مع الدكاترة عمولة، هكذا سمعنا. لا، هي شقين فيما يخص الكلام، في جزء من الحقيقة لكن ليس فيما يخص التبرع بالدم. فيما يخص نقل الدم بالذات ممنوع منعا باتا في المستشفى الجمهوري إجراء أي فحوصات متعلقة بالمتبرع أو بالمريض المستقبل للدم إلا بفحوصات من داخل المستشفى في بنك الدم. وطبعا لا أستطيع أن أقول لك في بنك الدم، وإنما في وحدة نقل الدم، لأنه لا يوجد بنك دم في محافظة تعز على مستوى المحافظة، على الرغم من إنشاء البرنامج في تعز وتعيين مدير للبرنامج وتعيين طاقم طبي مؤهل وأخذ دورات، لكن للأسف بنك الدم يتبع المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه على مستوى الجمهورية، ووزارة الصحة لم تقصر، قامت بشراء تجهيزات تخص محافظة تعز، إلا أن الخلل قائم في إدارة البرنامج في صنعاء. زار مدير البرنامج زار المحافظة أكثر من مرة، ووضعنا أمامه كل الحلول المتاحة أمامنا لإنشاء بنك دم مركزي في تعز، لكن للأسف لا ندري ما سبب عرقلته. فيما يخص الشق الآخر، ذكرت أحد المواطنين أنه لا يجرى له إلا له فحص دم عام فقط لا غير، أما فيما يخص الطيفويد أو الربول والبراز فلا تجرى هذه الفحوصات. طبعا الكلام هذا مش صحيح في الوقت الحالي بالذات، لأنه أخيرا نحن تم تزويد المختبر بالذات فيما يخص بعض التجهيزات بأجهزة من وزارة الصحة وبدأنا نجري فحوصات، لكن الإشكالية في اللود أو في الأعداد الهائلة. مستشفى الجمهورية يتوسط مدينة تعز، عدد يعني لو لاحظ من خلال التصوير كم الأعداد الهائلة اللي موجودة في العيادات والممرات العيادات الخارجية.
بحسب الامكانيات اللي متاحه معنا في المختبر ما نستطيعش نستقبل كل الكم الهائل. ففي الاخير جزء من هذا الامراض يتسربون الى الخارج، ناهيك عن اشكاليه تكاد تقسم ظهور المستشفيات الحكوميه في تعز، وهي ظاهره التطويف. وللاسف يعني واقولها عبر قناه السعيده، هي مشكله اخلاقيه قبل كل شيء، تتعلق باخلاقيه المهنه لدى بعض الطاقم الطبي او جزء يسير منهم، والذي يسيء للغالبيه انه مقابل ان يحصل على مبالغ معينه كنسب او ما شابه ذلك، ويسيء لسمعه الطب وللاطباء وللصحه ولكل من عمل في هذا المجال، ان يرسل بالمرضى الى العيادات الخاصه والغرفة الخاصه. وهذه للاسف مشكله، فعلا مشكله نعاني منها. لكن نعدكم اننا ما اظن في عمل حلول جذريه لهذه القضيه، ومحاسبه كل من يعمل على الدعايه على الاضرار بمصالح المرضى. لانه احنا في الاول والاخير سواء انا كمدير مستشفى او كطبيب او كوزير صحه، اتينا الى هذا القطاع لنكون خداما للمرضى، لا لنكون امراء عليه. لكن تحتاج لوقت والى ان يستتب الوضع في البلد هذه، وتصير في مرحله نحن نطبق النظام. دكتور مرتضى، الشكاوى من ابرز الشكاوى فيما يتعلق بالمستشفى اليمني السويدي انه الاطفال ياتون الى الطبيب المناوب اذا كان موجود، طبعا غالبا تجي تحصله يا اما مخزن. طبعا الاستطلاع هذا هو ايضا يجرى عليكم، على يقولوه عنكم بانه في اهمال، حتى ان كان موجود الطبيب المناوب مجرد نظره وصرف ادويه، كيس كيسين ادويه، يلا مع السلامه، دون فحوصها دون اي شيء. ليش هم سالت بعض الاطباء، قال للزحمه، عندنا زحمه كثيره. لكن هل تكون الزحمه على حساب صحه الطفل؟ هو في البدايه الموضوع الكادر اللي هو كير برضو عيب على المستشفى، الكادر الطبي الموجود في المستشفى كادر قليل. نحن اضطررنا اسفين ان ندخل في قضيه التعاقد المباشر مع اطباء من خارج المستشفى، وهذا شكل عيب اخر اضافي مالي على المستشفى نقتطعه من حقوق الموظفين كون الكادر غير كافي. لذلك منذ توليت المستشفى قمنا بعمليه تغيير النظام النوبات بحيث يمسك المناوب، بدل ما كان واحد يمسك على مدار الساعة في المناوبات المسائية نقصد والليلية، واحد للمستشفى جميعها، العيادة الخارجية، الإسعاف، الأقسام الداخلية، صار نوع من الثبات، بحيث طبيب العيادة الخارجية فقط العيادة الخارجية والإسعاف، وفي أطباء داخل الأقسام مناوبين لا يجدونهم المواطن أو لا يحتكوا بالمواطن لأنه أساسا موجود لخدمة المريض داخل الأقسام. معنا ثلاثة أطباء يوميا في الفترات المسائية والليلية، أتكلم عن الفترات المسائية والليلية. كون المواطن يأتي ليحصل خدمة، هذا يحتاج إلى سلسلة من النفقات التي لا تستطيع المستشفى أن، وأنا أقولها بصراحة، لا نستطيع. بس ما في خطر دكتور، ما في خطر لما الدكتور يشخص من نظرة؟ أوكي أحيانا الخبرة لها دور، لكن مش دائما. هذا الكلام جميل، أنا الآن أتوجه إلى قضية ثانية تماما، معايير طبية بحتة. هذا الطبيب المفترض أنه يكون في نوع من الوعي والإدراك أن المواطن صار بثقافته المحدودة يعرف أن الطبيب يهتم بمريضه أم لا. هذا الفيصل الآن، كون الطبيب لا يقوم بإجراءاته الطبية المهنية بحرفية واضحة، هذا يعود إلى شخصه. للأسف الشديد معنا قطاع، يعني لا نريد أن نأخذ في المجال هذا، لأنه في المسائل الطبية هناك من يعني يتحسس من دائما في الاجتماعات الدورية والصباحية نلفت عناية زملائنا الكرام أن المواطن صار عنده ثقافة واضحة، من الأطباء الذي يقدم له الخدمة من غير طبيعة. لذلك تحصل فعلا، لكن ومع ذلك، حتى لا يكون فقط الطبيب هو الذي يتحمل المسؤولية، كثرة المترددين برضو شكل عبء عليه، لأنه في معه قسم إسعاف. قسم الإسعاف هذا مفترض في كافة المستشفيات أن لا يتعدى 5 أسرة للحالة الطارئة. عندي في اليمين السويدي يتجاوز 27 سرير، وهذا يعني شيء كبير وعائق على تقديم الخدمة.
طيب دكتور دقيقة واحدة، لأنه نحن في نهاية البرنامج، أنا أعطيك قبل الكلمة التي تحب ملاحظات من بعض الشكاوى. عدم نظافة المستشفى الجمهوري بشكل واضح، أنه لا توجد نظافة، هذه نقطة. عدم توفر العلاج المجاني أو تكتيسه في المخازن، وهذه موجودة الشكاوى من بعض الموظفين في داخل المستشفى الجمهوري، يشهدون بأنه يا إما أن يباع هذا العلاج أو يتم تكديسه داخل المخازن دون أي رقابة. النقطة الثالثة الإسعافات، انسى حاجة اسمها إسعاف. بدقيقة واحدة أبدأ بالأدوية. الشكاوي المقدمة من قبل بعض الموظفين في المستشفى الجمهوري للأدوية، لأن إدارة المستشفى مع إدارة التموين الطبي الجديدة اللي تم تعيينها وضعت آلية تضمن وصول العلاج للمرضى الرقود حتى يتم الاستفادة منه إلى حالة الفقيرة. وبإمكان قناتكم الكريمة أن تطلع على البرنامج وآلية تنفيذه والشكاوي هذه، لأنه أوقفنا بعض الأفراد اللي كانوا يتاجروا بالأدوية التي قد تصل المستشفى. فالنقطة هذه اسمح لي أقول لك أنه العلاجات اللي موجودة في المستشفى وتقودها إدارة التموين الطبي مشكورة من قبلك مدير عام للمستشفى لجهودها المبذولة أنها فعلا تصل للمرضى المحتاجين مع وجود جزء خلل بسيط، هذا لابد منه. هذا فيما يخص العلاجات. فيما يخص النظافة يا أخي، ماذا تريد مني من نظافة؟ ما يوجد معي من اعتمادات في الدولة، ما اعتمدته الدولة في بند النظافة لا يغطي 20% من احتياجاتي للنظافة. بمعنى أنا أستقطع جزء كبير من إيراداتي من المستشفى الجمهوري حتى أعمل على سداد مستحقات ما قدرنا أن نعمله من نظافة. طيب. اعطيني اعتماداتك أعطيك نظافة. طيب فيما يخص الطوارئ، للأسف نعم، وضع الطوارئ في المستشفى الجمهوري للأسف سبب المشكلة الرئيسية الموجودة عندي في الطوارئ هو الكادر. دعني أقول كلمة فقط لا غير، ربع ثانية، ربع دقيقة. 75 طبيب سربوا من المستشفى الجمهوري خلال 6 سنوات، لم يضاف للمستشفى الجمهوري إلا 11 طبيب، وعلى ذلك فقس. أختم معك بنقطة، بنفس النقطة. صعب على المواطن أنه يصل إلى خدمة بسيطة، وهو إذا طفله مريض يتصل بالمستشفى ويأتي المستشفى ويأتي إسعاف المستشفى ليأخذ هذا الطفل بعناية كاملة. هذا مستحيل الآن؟ هو ليس مستحيل، نحن أبواب المستشفى مفتوحة على مدار الساعة، نحن نقدم الخدمة بإمكانياتنا المحدودة، وأكرر بإمكانياتنا المحدودة. بإمكانك النزول للمستشفى، المستشفى على مدار السنة كافة أسرتها ممتلئة، وبالتالي العدد الكثيف أو الهائل الموجود داخل الأقسام شكل عائق إضافي بالنسبة لنا. أنا أشكرك طبعا لأنه أدركنا الوقت. أشكر الدكتور مرتضى الهويش مدير عام المستشفى اليمني السويدي. شكرا دكتور. أشكر مدير عام المستشفى الجمهوري دكتور راجح المليكي. شكرا دكتور. أيضا الشكر للدكتور الذي اعتذر والمفترض أن يكون معنا، هو الدكتور حسن العزي نائب مدير مكتب الصحة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لطيب الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة من قضاياكم. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله. أنتم الوطن بألف خير. إلى اللقاء.